فالغرض أن اللي يحصل في بنغازي ليس هو صراع فكري بالدرجة الأولى، اللي يحصل في بنغازي هو صراع بين قوة الثورة وقوة الثورة المضادة، هو ده الصراع الحقيقي، لأنهم الثورة المضادة مصطفى مع الظلمة ومع العلمانية، ويستهدفون العلماء والشيوخ والدعاة وحفاظ القرآن وأئمة المساجد. رأيناهم طول السنتين الماضيين هم يعملون هذا العمل، لأن أكثر من 200 أو 300 شيخ وإمام من أمة بنغازي قتلوا. من قتلهم؟ قتلهم قوات الصاعقة وقوات كذا والمخابرات وإلى آخره. قد يكون فيهم بعض الأشياء الأخرى، خلط أوراق، لكن لا نستطيع أن نصنف أن من يقتلوا الآن في بنغازي هم يقتلهم أصحاب الفكر.